بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم بالحصة الرابعة لهذا الأسبوع. طلاب الأعزاء، درسنا اليوم بعنوان قوة الذكاء الاجتماعي، وفي هذه الحصة ستكون آخر حصة لهذا الدرس. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتعرف على خطوات درسنا اليوم من الحصة الأولى. خطوات درسنا اليوم: عرض تهيئة الدرس ومناقشتها مع الطلاب، عرض أهداف الدرس وتوضيحها للطلاب، الاستماع إلى النص من قبل المعلم ثم قراءة الطالب للنص مع تحديد المفردات الصعبة، يتم مناقشة الطلاب في النص المعلومات من خلال طرح المعلم مجموعة من الأسئلة لترسيخ فهم النص لدى الطلاب، عرض نشاط من خلال استخدام برنامج تيستموز لتقييم مدى فهم الطلاب للدرس، وسيكون النشاط في هذا الرابط الذي سأضعه لكم في الشريحة التالية، التقييم الختامي وذلك من خلال استخدام الرابط الموجود بالشريحة للإجابة على الأسئلة المرفقة، وفي النهاية الانتقال لموقع عصافير وقراءة القصة التي أرفقها المعلم لك والإجابة على أنشطتها. واعلم عزيزي الطالب أن في الشرائح التي يوجد بها الفقرات الخاصة بدرسنا اليوم سيكون هناك تسجيلين، التسجيل الأول خاص بقراءة المعلم للنص، والتسجيل الثاني خاص بمناقشة المعلم للنص من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، فعليك أن تستمع إلى التسجيل الأول أولاً، ثم بعد ذلك تستمع إلى مناقشة المعلم في هذه الفقرة وهو التسجيل الثاني. والآن طلاب الأعزاء، سنبدأ بأول خطوة من خطوات درسنا اليوم وهي تهيئة الدرس، فهيا بنا نتذكر بعض المعلومات التي درسناها الأسبوع الماضي عن هذا الدرس. فكر في هذه الأسئلة جيدا ثم أجب شفوي. السؤال الأول: كيف يتم قياس الذكاء الاجتماعي؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين الذكاء الفطري والذكاء المكتسب؟ السؤال الثالث: ما الذي يحدثه التأثير السام والتأثير المغذي على سلوك الآخرين؟ فكر في هذه الأسئلة جيدا، وإذا احتجت إلى المساعدة فاطلب من معلمك وهو سيقدم لك المساعدة التي تريدها. والآن طلاب الأعزاء، في هذه الشريحة سنتعرف على هدف درسنا اليوم. هدف درسنا اليوم هو أن يحدد المتعلم الوظائف التي تحتاج إلى الذكاء الاجتماعي، بمعنى أن هناك بعض الوظائف عند بعض الناس تحتاج إلى استخدام الإنسان إلى ذكائه الاجتماعي. سنتعرف عليها هذه الوظائف وكيف يستخدم الإنسان الذكاء الاجتماعي في هذه الوظائف. والآن عزيزي الطالب، قبل أن نبدأ في نصنا اليوم عليك أن تحضر قلمك ودفترك، وعند قراءتك لهذه الفقرات التي توجد في الشرائح التالية عليك أن تحدد الكلمات الصعبة التي لم تفهم معناها، ثم بعد ذلك تبحث عنها في الشبكة المعلوماتية أو تسأل معلمك عن الكلمات التي لم تفهم معناها.
والآن طلاب الأعزاء قد وصلنا للنشاط الأول لهذه الحصة، اقرأ الفقرتين السابقتين مرة أخرى ثم أجب عن هذه الأسئلة. معنى كلمة استقطاب ضد كلمة أفضل؟ استغل جملة فعلية محددة أركانها جمعا مؤنثا سالما. ما الفكرة الأساسية التي تستنتجها من هذه الفقرة؟ عدد أبرز الوظائف التي تحتاج إلى الذكاء الاجتماعي. كيف يستخدم الذكاء الاجتماعي في تحقيق المبيعات؟ والآن عزيزي الطالب، قد وصلنا للنشاط الثاني لهذه الحصة. اقرأ الفقرتين السابقتين ثم أجب عن هذه الأسئلة. معنى كلمة استقطاب ضد كلمة أفضل؟ استخرج جملة فعلية محددة أركانها جمعا مؤنثا سالما، ثم حدد الفكرة الأساسية من الفقرة، ثم أجب عن هذا السؤال التالي: لماذا يحتاج المعالج النفسي إلى الذكاء الاجتماعي في مهنته؟ لماذا يعد موظف العلاقات العامة أحوج ما يكون إلى الذكاء الاجتماعي؟ وهل تتفق مع ذلك؟ أما الآن عزيزي الطالب، فقد وصلنا للنشاط الثالث لهذه الحصة. اقرأ الفقرتين السابقتين ثم أجب عن هذه الأسئلة. معنى كلمة أحوج ضد كلمة المبيعات؟ استخرج جملة فعلية جمع مؤنثا ثم حدد الفكرة الأساسية للفقرتين. لماذا يحتاج المعلم إلى الذكاء الاجتماعي في مهنته؟ الذكاء الاجتماعي مهم جدا في عملية التسوق، وضح ذلك. وهل تتفق مع ذلك؟ والآن عزيزي الطالب، قد وصلنا لنهاية هذه الحصة، فهيا الآن قيم نفسك من خلال الضغط على الرابط الموجود أمامك الآن، وأجب على الأسئلة المرفقة به. هيا ابدأ الآن. عزيزي الطالب، بعد أن انتهينا من حصة اليوم، الآن افتح موقع عصافير ثم اقرأ قصة من القصص التي حددها لك معلمك، وأجب عن الأنشطة المخصصة له. هيا الآن عزيزي الطالب.